كرة فاول على فكرة، كرة فاول يا محمد. واحد مش الدنيا يا عم. كرة فاول، كرة فاول، كرة فاول، كرة فاول. كرة فاول يا عم خلاص. أنت مزعلني. وعشان قال لك بتاع كرة فاول. راجع للفور بتاعه. الفور. سليمان أنت بتشدني ليه يا سليمان؟ شال الحكم عليه. يجي عنده يضرب.
لا لسه كورة على كورة ما فيهاش حاجة اهو. هو شاف الكورة. دول راح عند بيكم مره بص على كده دول يلا قريب.
المشكله ان هو استلم الكوره ووقف عليها كمان. انت فاهم انت استلمت خلاص انت مستني ايه؟ يلا 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 تلمع يلا يا كابتن. بص الدور انت ايه؟ طيب العب يا كابتن. ست دقايق يا كابتن. ست ثواني مش ست دقايق. الله الله بقول له ست دقايق يا كابتن. ست ثواني مش ست دقايق. ست ثواني. انت السبب على فكره. تقدر كده كده تحجزني يا ابني. يلا يا كابتن يلا. قايل لك يا ابني اي مره. لا 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 والله قايل لك اكتب. تمالك اهو يخشوا بيقولوا لي على الساعه يوم الخميس الجمعه الصبح بالليل او الصبح. مين ده؟ عبد المجيد دخل الصبح بيقول لي احجز لي يا ابني. لا انا بقول لك احجز على طول. ما انت على طول فاتح الواتس. خش قول قول لعبد الرحمن لو هتحجز احجز لي. مش كده اصلا انت كنت حاجزين متاخر. كام كده يا عبد؟ 9 ولا كام كده ولا 5 1 5 1 ما تفرقش. 5 1 قال يعني انت اللي هتعدل المايله. قال يعني انت اللي هتعدل المايله. انت اللي هتعدل المايله بقى. حافظ على النتيجة. طيب يا جدعان.